لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال برنامج اللامولاتي وبحضور الدكتورة صابرين شتيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكرية التغذية والحمية الصحية. أهلا بك دكتورة صابرين، عواشر مبروكة. أهلا سناء، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد عليك ولجميع مستمعين ميد راديو. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. اليوم غادي نتعرفوا معاك على شنو هي الحمية الصحية لعلاج التهابات القولون، يعني المصران وأمراض الجهاز الهضمي. كنعرفوا خاصة يعني بالحضور ديالك اليوم معنا، كنعرفوا على أنه يعني من بعد عيد الأضحى مباشرة كثير من الأشخاص كيعانيوا من المشاكل يعني في أمراض الجهاز الهضمي، في التهابات في القولون يعني في المصران. فاليوم بغينا نتكلموا على هذه النقطة، وشنو هما الأمراض ديال اللي ممكن أنه تصيب الجهاز الهضمي وكالتهابات في القولون، ونفيدوا المستمعات. وخاصة وحنا كنتكلموا يعني أنا وياك قبل من يعني البرنامج، يعني تفاجأت ببعض المأكولات اللي غادي نعرفوا بها يعني المستمعين اللي كنا كنغلطوا فيها. وي الوغ، كلمة ولا مصطلح التهابات القولون لي انفلاماسيون ديال الكولون هي واحد الكلمه اللي شويه كبيره، لان كتشمل بزاف ديال الامراض. الوغ الشخص المغربي ولا المريض المغربي ملي كيجي باش يكونسلتي كيقول لك انا عندي كنحس بمصران منفوخ، عندي مشاكل في الهضم. الوغ كو هاد الموضوع هو موضوع اللي شاسع، لان ايلونغلوب بزاف ديال الامراض. منهم القولون العصبي اللي بزاف ديال الناس كيشكيو منه، اللي بالمغربيه كنقولوا له كيقول العصب في المعده ولا العصب في المصران، اللي هو سميتو الكولون اغيتابل ولا القولون العصبي. كاين اوسي القولون التقرحي لا اخ سي اش لا ريكتوكوليت ديموراجيك، وكاين لا مالادي دو كرون او مرض كرون، اللي هما جوج الامراض اللي بداو كيظهروا في المجتمع ديالنا المغربي بواحد تزايد للاسف. ايفيكتيفمون في التزايد نظرا للتغير النظام الغذائي ونمط العيش، يعني كنرجعوا للنظام الغذائي اللي كناكلو. وي الوغ ايفيكتيفمون، باسكو هاد الامراض ديال اخ سي اش ولا ديال مالادي دو كرون، فهي امراض عندها علاقه وطيده بالنظام الغذائي، بلو ستريس، بالعادات السيئه كالتدخين، كالاكل اللي فاست فود، يعني الوجبات السريعه. تماما، فعلا يعني بالنسبه كيف ما قلتي، احنا ملي كنتكلموا على التهابات يعني في القولون ويعني بالحضور ديالك عرفنا على اساس انه كاين القولون العصبي، كاين القولون التقرحي، وكاين مرض القولون. وي ياك، بالنسبه لهاد الامراض الشائعه ديال مرض القولون مثلا اللي هو مؤخرا، واش عنده شي اسباب معينه يعني اللي واضحه اللي ممكن الشخص انه مثلا يتجنبها؟ الوغ مرض القولون او مالادي دو كرون هو مرض التهابي كيصيب الانبوب الهضمي، كيصيب الانبوب الهضمي من ابتداء من الفم حتى الشراج، يعني حتى المخرج، يعني يقدر يصيب اي منطقه من الجهاز الهضمي. داكشي علاش هو نوعا ما خطير، وبالاغلبيه كيصيب الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه اللي هي لو كولون اللي كنسميوها حنا لو كولون. هاد الامعاء شنو الوظيفه ديالها يعني بالنسبه؟ الوغ حنا ملي كنتناولوا لو بول اليمونتيغ عمليه الهضم كتبدا مع اللعاب مع لا ساليف. الوغ لو بول اليمونتيغ كيهبط المعده، كنكملوا عمليه الهضم ولا لو براساج، الطحن ديال الاغذيه. من بعد اهم جزء اللي هو الهضم النهائي، واللي هو الامتصاص، واللي هو استفاده الجسم من الفيتامينات ومن الاملاح المعدنيه، كتتم في الامعاء. دونك اهم جزء في الجهاز الهضمي هو هاد الامعاء. سي بور سا كو اي مرض في هاد الامعاء il retentit sur le champ، يعني العواقب ديالو كتبان على الشخص. مثلا مرض كرون الشخص كيحس بالم في البطن، كيحس باسهال، هذا الاسهال كيكون مخاطي، كيكون مترافق مع نوعا ما نوع من الخيوط. كيقول لك السيد انا عندي البراز ديالي فيه الخيوط او فيه دي تراس دو سون، قطر ديال الدم. فوالا، الوغ عندنا مشكل اوسي ديال نقص الشهيه، ديال فقدان الوزن، ديال التعب، ديال الحمى، ديال البواسير، لان القولون كله كيكون مصاب. ولان هذا المرض ما كيصيبش لنا جوست نسيج واحد من الكولون، لان الامعاء عندها بزاف ديال الطبقات فيها مكونه. خطوره هذه الامراض سكو كيصيبوا جميع الانسجه، يعني جميع الجدران ديال الامعاء. داكشي علاش الاتاك ديالهم على الشخص كتكون باينه، وكيحس الشخص بان سيغتان انكونفور، يعني في حياته اليوميه ما كيقدرش يعيش بطريقه طبيعيه. الوغ بالنسبه للاسباب كيف ما قلنا، النظام الغذائي، التغذيه، لو ستريس، كاين اوسي نوعا ما الوراثه، يعني واحد 30% جانب وراثي هو في وي، واحد 30% بان التهابات ديال الانبوب الهضمي وديال القولون كتكون متوارثه، يعني كتلقى مثلا في العائله بزاف ديال الاشخاص كيعانيوا من المشكل ديال القولون. وي من هذا المشكل.
بالنسبه يعني كيف ما قلنا اليوم على اساس انه مثلا هذه الالتهابات ديال القولون ديال المصران كاين اعراض اللي كيعيشها كيعرفها مثلا الشخص، ولكن باستشاره طبيه باش ممكن انه يحدد واش مثلا القولون العصبي واش قرحه يعني ديال القولون، يعني ما يمكنلوش انه تماما ما يمكنلوش يجزم اش من المرض نوع المرض. علاش؟ باسكو هما كيتشابهوا بزاف في الاعراض، يعني مثلا كلهم فيهم الالم في البطن، فيهم الاسهال، فيهم البواسير، فيهم نزيف دموي، فيهم انتفاخات، فيهم دي بالونمون، انتفاخ البطن. فوالا انتفاخ ديال البطن، يعني سا فيدير كو يقدر الشخص يظن بان قولون عصبي، ولا يظن بان جوست المصران من فوق انكولوباتي فونكسيونيل، ولكن في بعض الاحيان الشخص كيتهاون شويه، يعني ما كيمشيش سور لو شون عند الطبيب المختص، حتى كنكتشفوا مؤخرا بان عنده مثلا مالادي دو كرون لا اخ سي اش اللي هي في لا بريزون شارج ديالها شويه ثقيله. مي الدياغنوستيك ديالها هو اهم حاجه، يعني التشخيص كيتم من طرف طبيب مختص عن طريق تحاليل ديال الدم، عن طريق تحاليل ديال البراز، عن طريق اشعه، وفي حالات استثنائيه كنديروا المنظار، يعني لا فيبروسكوبي ولا لا كولوسكوبي، باش كنشوفوا افكتيفمون بدقه هذوك الامعاء كيفاش مصابين. وبعد مرات كناخذوا كاع دي بيوبسي باش كنعرفوا اش من حد هاد المرض تطور. بالنسبه يعني وحنا كنتكلموا اليوم على هذا الموضوع ديال التهابات القولون، يعني شنو هو العواقب ولا الخطوره ديالو اللي بغينا نقولوا على الصحه ديالنا وعلى الشخص؟ الوغ العواقب ديالو هذاك الجزء ديال الامعاء هو اهم جزء في الامتصاص، سورتو واحد لابارتي كنسميوها الجزء المستقيم ولا لا سيغمويد. دونك السيد ما كيبقاش عنده امتصاص، كيولي عنده اقل ب 50% ولا 60% من الشخص العادي، يعني لي بروفيت با، ما كيستفيدش من الاكل ديالو. اول غوتونتيسمون عندنا فقدان في الوزن، فقدان في الشهيه، عندنا لي زانيمي بجميع انواعها، يعني فقر الدم ديال الحديد او فقر الدم ديال فيتامين بي 12، عندنا انخفاض نسبه البوتاسيوم، عندنا تعب، وعندنا سيغتان كلاغ، يعني واحد الماده اللي كتكون في الفم، واحد رائحه الفم اللي كتكون كريهه. بالنسبه للاطفال كنشكو فيه ملي كيكون عندنا تاخر النمو عند الطفل ولا قصر القامه. مثلا شي وليد كتلقاي والديه عندهم لاطاي ديالهم لي نورمال، وكتلقاي الوليد ما شابه حتى شي واحد، يعني طالع قصير. يعني ممكن يصيب حتى الفئات العمريه الصغيره طبعا، يعني هو الكبار. هو افكتيفمون هو من ابتداء من 15 سنه ما فوق 15 سنه ما فوق. بعد ما جات وصي كنلقاو طفح جلدي، يعني الشخص كيبدا يدير ديزانفيكسيون كوتال البشره على الجلد ديالو، على الجلد ديالو، لان شي في اماكن محدده مثلا قريبه للباطن ولا هذا ممكن، لا يعني جينيراليزي في الجسم جينيراليزي. علاش؟ لان ملي ما كيكونش امتصاص هناك تراكم للسموم، واول علامه لتراكم السموم انها كتظهر على اكستيريور دو لابو. حتى اللون مثلا ديال الغائط يعني واش كيكون مختلف؟ وي افكتيفمون كيكون مختلف، كيكون فونسي. علاش؟ لان كيكون غامق، لان كيكون فيه دي تراس دو سون، يعني كيكون فيه تراس من الدم مثلا، فوالا دي تراس دو سون. هو غالبا اول موتيف دو كونسلتاسيون، اول حاجه كتخلي الشخص كيمشي يدوز عند الطبيب، كيتخوف ملي كيشوف مثلا، كيتخوف ملي كيشوف قطرات ديال الدم افكتيفمون، وكيربطها ربما بالبواسير مثلا، بالبواسر. وي الوغ اسهل دياغنوستيك هو البواسر، ولكن خاصنا نعرفوا بان البواسير ما هي الا علامه على اشاره ان كاين مثلا خلل في افكتيفمون تماما سناء، هو اشاره بان كاين خلل في الجهاز الهضمي. ولكن اش من بلاصه، اش من مكان، اش من مرض، هذا هو دور ديال التشخيص ديال الطبيب المختص. لو سمحتي دكتور، واش ما كاينش علاقه على اساس مثلا بعض الاشخاص اللي مجرد ما كياخذوا مثلا تناولوا مثلا اسبوع مثلا بالكامل، هما تياكلوا مثلا اي طبق او لا شيء فيها الحار، كيلقاو مثلا الغائط ديالهم اللي هو تبدل في اللون ديالو وخروج قطرات من الدم. الوغ واخا يتناولوا اسبوع مواد حاره اللي فيهم لا كافيين، حيت كتسمعي هذا الامر انه خديت الحار يعني طبعا البصر او لا مثلا خرج مثلا على غير الحار اللي هي ماده الكابسيين، وي كدير البواسر ما كديرش قطرات من الدم. علاش؟ لان ماده الكابسيين كتهيج الدوره الدمويه. وشنو هما البواسير؟ هما عباره عن انتفاخ واحد العروق، واحد سيركولاسيون كولاتيرال، يعني عندنا واحد نوعا ما دوره دمويه كولاتيرال، يعني مرافقه للدوره الدمويه الاساسيه. يعني لاكابسيين كتهيج العروق، دونك كيطرى لنا انتفاخ ديال دوك العروق في هذيك المنطقه المعينه وكدير لنا بواسير. ولكن لو سون في الخروج هناك اختلاف بين ان البواسر تفتحوا وداروا لنا قطرات من الدم في الخروج، هذوك قطرات من الدم. وهناك اختلاف بين ان
الخروج يعني اللي ميلانجي يعني يعني بالدم ملي كيكون ميلانجي بالدم هذاك مرض هذاك مرض ديال يعني هذاك مرض ديال القولون هذاك التهاب ديال القولون هذا هو الفرق اللي ممكن الفرق. اننا نبينه فعلا باش يكون على الاقل تشخيص نوعا ما ان واحد يمشي عنده يعني طبعا طبيب ولكن عموما خاص الشخص ما يتهاونش باسكو العلامات ديال لا مالادي دو كرون ولا ديال الاخ سي اش كتبان على الشخص لان الامتصاص ناقص كيفاش ما عندوش طاقه هما عموما اشخاص كيتعبوا في النهار يعني ما كيقدرش يكمل اليوم ديالو ديال الخدمه اون جينيرال الوليدات الصغار ما كيقدروش يتابعوا الدراسه ديالهم لان ما عندهمش ديك الطاقه واخا كياكلوا واخا بكل شوز اللي كيخلي هذا المرض اصعب بان ما عندوش دواء يا با دو تريتمون يعني الدواء الحل هو في التغذيه لا الحل هو في التغذيه كنعطيو مسكنات الالم يعني كنعطيو دي زونتي انفلاماتوار كنعطيو دي زونتي بيوتيك كنعطيو دي كورتيكويد هو كيعطي يعني مع هاد الاعراض كيعطي مثلا الام في وي وي كيعطي الام يعني مبرحه بحال يعني بحال وجاع بحال مغص مثلا ولا حريق ولا الوغ لا مالادي دو كرون كتيفولي على حسب دي بوسي ريميسيون شنو هي بوسي ريميسيون وكتمشي وكتجي يعني عندنا فتره ديال النوبات يعني لي بوسي لي الشخص كيحس بالم بوجع بتقلصات بدي كونتراكسيون يعني تكاد كتشبه دوك لي كونتراكسيون ديال المراه ملي كتكون حامله تلمون دولوروز وكاين فترات ديال لي ريميسيون اللي هي فيها بان المصران كيكون مرتاح دونك الشخص يحس براسو بحال انه ماشي مريض دونك سي بور سا كو ملي كتشد عليهم النوبه كيجيو يكونسلتيو يعني كيجي كيفوتو من الحال كيفوتو الحال كيقول صافي راه المصران تفش الوغ كو هو مرض كاين كيف ما قلنا احنا كنكالميوه بدي كورتيكويد ولا دي زانتي انفلاماتوار وحنا كنكالميوه كنهدئوه مي ان جينيرال لو تريتمون سي تغذيه تغذيه غادي نمشيو نيت مباشره للحميه الصحيه التهاب القولون يعني شنو هما نبداو مثلا شنو هما المواد الغذائيه اللي يمنع يعني منعا تاما انه الشخص اللي عنده هذا الالتهاب ديال القولون ضروري انه يتفاداها وي نبداو يعني بالممنوع عاد نمشيو اللي مسموح فيه داكوغ الوغ بالنسبة للممنوع حنا يعني مع الشخص مع المريض المغربي كنقيلو ننصحوه اون لو كونساي كنقولو له بون خصك تاكل كلشي كامل بالالياف يعني الخبز يكون كامل تاكل الخضرة تاكل الفواكه وي هذا صحيا كاين الا انه في حالة امراض القولون هذا ني با فالابل هذا غير صحيح مثلا انا كيجي عندي اشخاص يكونسلتي وعنده مشكل في ديال المزران وكيتناول الخبز كامل بالقمح الكامل بالنخال ديالو وي هذا غلط علاش باسكو الشخص اللي عنده التهاب القولون وانا جو بريسيز بيان التهاب القولون يعني الاخ سي اش ولا لا مالادي دو كرون ولا القولون العصبي ما خصوش يتناول الالياف ما خصوش يتناول الخبز الكامل علاش لان داك الغشاء المخاطي اللي عندنا في الامعاء اللي كيساعدنا باش كنهضموا هذيك الالياف ما عندوش ما بقاش عنده لان المرض كيدير واحد النوع من الالتهاب في هذوك في الجدار ديال الامعاء ومع الوقت ذاك الالتهاب كيقدر يترى فيه ثقوب ولا تقرحات كيف يكون الشخص ما عندوش لا كاباسيتي يعني القدره باش يتناول ليا الخبز الكامل ويمتصل يعني يمتص هذاك الخبز الكامل الخبز الكامل واش فاش نقولوا مثلا المصران بحال تملصوا يعني بحال رطاب بحال يعني سي سا افيكتيمون سي سا يعني بحال رطاب لانه هو نورمالمون شنو كيخليه يدير ديك العمليه ديال لا ديجيستيون ولا ديال لو براساج ديال انه فيه واحد لي فيلوزيتي فيه واحد الشعيرات يعني من الداخل الامعاء اللي تابيسي يعني مغشيه بواحد الشعيرات بحال دي بوال هادوك هما اللي كيساعدوا بان ملي كيدوز لو بول اليمونتيغ كي ما كنقولوا كيهضموه الى براس وبحال كيسحقوا داك الاكل الوغ لو فات كو ما بقاش عندهم سكي فو كو ما يقدروش ما عندهمش الطاقه باش ياكلوا الالياف الخبز الكامل يعني وي الخبز الكامل والالياف ما كايناش غير في الخبز الكامل يعني مثلا الالياف مثلا حنا كنوصيهم الخضره ولا الفواكه يتناولوها بلا قشره فهمتي هذيك القشره اللي فيها خصهم يزولوها داكور مي كنغارديو الخضر والفواكه يعني حنا كنقولو لهم حيدوا الالياف كلها عرفوا كيفاش تاكلوها فوالا علاش باسكو هذيك الالياف اللي في الخضر او في الفواكه فهي كتساعدنا على افراز واحد البكتيريا اللي مفيده اللي موجوده في الامعاء وكتساعدنا على امتصاص السموم دونك حنا كنغارديو الالياف غير بواحد الطريقه معينه مثلا كنحيدوا لابو ديالها القشره ديالها وكنقولو لهم مثلا بالنسبه للفواكه كنفضلوا العصائر
هاي الفواكه ياخذوا على شكل عصائر، على شكل عصائر، لان العصير كيحتوي على كميه اقل من الالياف. بالنسبه للخضر كنفضلوا سو فورم دو بوري، يعني اكرازي. يعني الخضر يعني بوري مطحونين. وي بوري مطحونين aussi. alors كنوصيهم يستعملوا سكون ابل واحد الاطعمه اللي قابله للتمدد الانتفاخ، يعني ملي كان ناكلوهم كيتنفخوا في الامعاء ديالنا. علاش؟ يعني ما كيخليوش هذاك الطبقات كيصطدموا بعضياتهم، دونك ما كيخليوش الغازات كيتمركزوا لنا تما، بحال ماده البيكتين، بحال الشعير، بحال لي زالغ مارين. هذه يعني الطحالب البحريه وكاين الشعير وي وكاين ماده البيكتين، كاين ماده لينولين. هاد المادة هي اللي كتساعدنا باش كنكثروا من البكتيريا اللبنية، من البروبيوتيك، من البكتيريا النافعة. فين كتواجد هاد مادة لونيلين؟ كتواجد في الخرشوف. كتواجد في البطاطا الحلوة. الوغ كتواجد اوسي في البامكين، في القرعة الحمراء. القرعة الحمراء. وي القرعة الحمراء. كتواجد في البارتميتس أو ما يسمى باللفت الأبيض. يمكن السفرجل الفيل البيكتين. وي فيه البيكتين طبعا. انا ما جيال السفرجل حيت انا السفرجل اون لو فكرت دابا سي فري باسكو السفرجل اون لو كلاس كوم كفاكهه. انا بديت لك بالخضر وما جيال السفرجل كفاكهه. كفاكهه سليكوا الوغ لفت البيض لفت الصفر. فوالا هذه من اهم المواد اللي فيهم لينولين اللي كتساعدنا باش نرفعوا مستوى يعني الطعمه قابله يعني. وي هذه بالنسبه لجميع الاشخاص اللي كيعانيوا من التهابات القولون. الوغ بالنسبه للفواكه احنا كنصحوهم يتناولوا كيف ما قلت على شكل عصير ولا على شكل كومبوت مطبوخه. يعني فو ايفيتي تو سكي كرو، يعني اي حاجه خضراء ما كان ناخذوهاش. الوغ شنو كنصحوا بالنسبه لي فروي؟ الوغ كنصحوا بالسفرجل. كنصحوا بالرمان. الوغ الرمان كنفضلوه يتم تناوله بالقشره ديالو، ديك القشره البيضاء اللي كتكون شويه مره صحيه بزاف. الوغ كنصحوا سي بليفيك دو بارباري، دابا فيك دابا هذه لا سيزون بالهنديه. مي الهنديه تطحن على شكل عصير وتصفى من داك الحبيبات، من داك اوي من داك لي غران ديالها. علاش؟ حيت دوك لي غران كيمشيو ديريكتومون للامعاء وكيتمركزوا بلاصه دوك التقرحات. الوغ ما عندناش هذيك الامكانيه، دوك خصنا ضروري ما نصفيو لي فيك دو بارباري. الفاكهات الهنديه ولكن بلا دوك الحبيبات ديالها. وي كاين اوسي واحد الخضر اللي ممنوع، يعني خضر اذا سمحتي قبل نمشيو للخضر، واش نفس مثلا بالنسبه للعنب اللي فيه هو يعني وي كل شيء تصفى، اي حاجه فيها لي غران خاصها تصفى، لان الامعاء الملتهبه ما كتقدرش عليها. وي الوغ بالنسبه لي فروي اللي ممنوعين سي الجريب فروت، البامبلوموس، الوغ الاناناس، الباستيك. اييه بالله. وي الوغ هادو ثلاثه اون لي زابيل دي فروي ايريتون، هو من التهاب كيعطيو فوالا فيكتيمون كيزيدو يهيجو مثلا هذاك الامعاء. وي هو القولون. وي انا كنركز بان كندوي على حميه غذائيه المرضى، مرضى القولون، التهاب القولون، التهاب القولون عنده التهاب. يعني اللي مشى مثلا عند بعد استشاره طبيه ولقى انه مشكل ديال التهاب القولون، اكيد على انه طبيب اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي كيعطي مثلا استشاره طبيه، كيعطي مثلا ادويه. ولكن صعيب انه يعطي الحميه الصحيه لانه ماشي اختصاصي في التغذيه. اليوم حنا كنتكلموا على التهابات ديال القولون، يعني التهابات الامعاء ديال المسران ديال القولون. شنو كيطرى في اغلبيه الاوقات سي كو لو باسيون كيمشي عند الطبيب المختص الغاسترو كيعطيه الادويه المسكنات الالام، كيفسر له المرض اللي عنده، كيشخص له المرض اللي عنده. الوغ الشخص ملي كيمشي بالنسبه له هو كيتناول الخبز كامل، كيتناول الحليب ومشتقاته، كيتناول الخضر والفواكه، دونك يقول لك انا عندي نظام غذائي ايكيليبغي متوازن، ولكن الدواء ما قضى لي والو، ولكن المصران باقي كيحرقني. الوغ كو هذاك النظام الغذائي المتوازن هو حقا متوازن، ولكن فيه سيغتان شوز كيف ما قلنا دابا اللي هو ما قادرش عليها. دونك مثلا غنزولوا الالياف، مثلا كاين الفواكه اللي ممنوعه، مثلا اوسي خصنا نهبطوا ولا ننزلوا من لا كونسوماسيون ديال لا كافيين.
مع العلم بان احنا مجتمع كنشربوا اتاي بزاف فوالا، لان الكافيين كتهيج الامعاء. يعني مثلا يتفاداو ويتفاداو القهوة اتاي ليمونات المشروبات الغازية، المشروبات الغازية يعوضوها مثلا مشروبات تيزان. الو نقدروا نعوضوها بالشاي، ولكن ناخذوا شاي فيه مثلا اعشاب، وي ناخذوا شاي منقوع فيه اعشاب، ولا شاي اخضر ولكن خفيف. يعني ما نوصلوش ديك الدرجة بان يكون داكن، يعني با تري انفوزي، باش نسبة الكافيين اللي فيه ما تكونش مرتفعة. ونقدروا سي ناخذوا الشاي ديال الزعتر لانه هو مفيد جدا. وهادشي علاش دابا غير يعني في الطب البديل ديالنا، يعني من جد وجدودنا وجدواتنا الله يعطيهم الصحة تبارك الله، فكروا في كل شيء دائما باللي كيكون. علاش دابا حنا غير في الاعياد مثلا في عيد الاضحى دائما الاطباق كيكون معاهم اتاي بالزعتر، يعني من بعد على الاقل باش يساعد على ذاك يعني كيحشو المسرح. انا سي بور سا كو كنقول ديما بان لا تراديسيون ايتيغال لا بون اليمونتاج. فعلا علاش؟ باسكو اي حاجه كانوا كيديروا جدودنا فهي عندها واحد ليكسبليكاسيون. مثلا حنا كطبق مغربي اصيل كناكلوا ديما السفه بالسكر والقرفه. الوغ عمرنا ما تسالنا علاش هذيك القرفه محطوطه حدا السكر. الوغ طبيا هي محطوطه حدا السكر لان ملي كناكلوا السفه بالسكر كنطلعوا نسبه الجلوكوز في الدم، دونك القرفه شنو كدير؟ كتهبطها، قد ما كليتي فيها ما غيطلع لكش السكر. فوالا يعني حاجه اخرى كرو فيها او بزاف ديال الامور ملي كنبداو افكتيف. يعني دابا ملي علميا بدات كتثبت يعني وطبيا كنا كنتفاجئوا كنقولوا يعني مثلا الشاي كيف ما قلتي دابا، ولكن تبارك الله كانوا واعيين افكتيفمون كيف ما قلتي دابا الشاي بالزعتر. وي افكتيفمون ملي كتاكليه مع الاكل فهو احسن طريقه للهضم. وسي كاينه ماده مهمه جدا اللي كانوا كيستعملوا جدودنا واللي هي مهمه بالنسبه لالتهابات القولون، هو الزعفران حر شعره. الوغ effectivement كانوا كيعمروا اوسي اتاي بزعفران. باقي تبارك الله مناطق يعني معروفين يعني في ورزازات التلوين، يعني تبارك الله اللي كي تماما سورتو كذاك الزعفران الحر هو غني بواحد الماده اللي سميتها لي فلافونويد. لان هاد الالتهابات ديال القولون وهاد الالتهابات المصران علاش كنخافوا منها بزاف؟ لان الا ما داواتش، الا ما سي با كالمي، يعني ما ريحناش هاد الامعاء، بعد 20 30 سنه كيبقى الشخص كي عنده الخطوره ان يجيه مرض خبيث في القولون. وصراحه كنشكرك بزاف على الحضور ديالك لانه كنستافدوا منك دائما. مرحبا لك. عندنا يعني نقص كبير في الحميه الصحيه الخاصه يعني بالامراض. نتمنى انه الاشخاص يعني كيعانوا من هذا المشكل اليوم يستافدوا بزاف، خاصه وانه دائما ملي مثلا كتكون استشاره طبيه كيكون مثلا الدواء يعني العلاج بالادويه بيسر. وفي نفس الوقت الشخص كيحير ما كيعرفش شنو كياكل، فكيضطر انه يدير ديك الحميه على اساس انه ياخذ الخبز الكامل يريح مثلا المصران ديالو من ذاك الاكل اللي هو دسيم، كيضطر انه ياكل مثلا خضره مفوره يعني واللحمه ولا مثلا دجاج مشوي ولا يعني اضعف كيضطر انه يدير هاد الامور. دابا تبارك الله كاين ما يتكال، خاصنا غير نعرفوا كيفاش. نحاولوا نديروا يعني واحد المراجعه خفيفه لو سمحتي على اساس ان الاشخاص اللي عندهم داك التهاب القولون ممكن انهم ياخذوا ما يتفاداوا الخبز يعني بالقمح الكامل بالنخاله ديالو، ياخذوا غير الخبز العادي. الوغ شنو كنقولوا بالخبز العادي؟ صافي انا كنشجعهم باش يستعملوا خبز ديال الخرطال. ايه داكو، باسكو الخرطال شوفان ما فيهش ماده لاكليادين، ما فيهش الجلوتين، باسكو المشكل الاساسي اللي كيطور اوسي التهاب ديال القولون هو ماده الجلوتين والجليادين. الوغ سي بور سا كو حنا كنقول لهم يزولوا الجلوتين والجليادين، كنشجعوا خبز الخرطال، كنشجعوا الخبز المايس ديال الدرا. اييه دابا كاين خبز ديال البلوط، خبز مثلا ديال ندخلوا مثلا هاد الحويجات. افكتيفمون افكتيفمون. الوغ اوسي يقدروا يصيبوا دي غاليت بلي بواشيش، يعني بالحمص. اييه بالحمص فوالا، لان الحمص عنده فوائد. كاين بدائل كثيره، كاين بدائل كثيره. مي سورتو حيت حنا المغاربه كيبغيو الخبز بزاف، دونك كنقولوا لهم هذاك خبيزه تعوضوها بالخرطال، تعوضوها اوسي بالشعير. داكوغ. الوغ تفاداو القمح بالنخاله ديالو بالنسبه للاشخاص اللي عندهم التهاب ديال القولون. قلتي لنا على اساس ناخذوا الفواكه من الاحسن بلا قشره ديالها لانه كتكون غنيه بالالياف. ناخذوا الفواكه على شكل عصير او لا مثلا مطبوخه يعني طيبه شويه. يعني صعيب عليهم ياخذوا الفواكه اللي هي يعني طريه يعني ناضجه. كذلك بالنسبه ناخذوا مثلا الشعير، الطحالب البحريه، ماده البكتين اللي فيها غنيه بماده البكتين، وكذلك
عطيتينا بحال البطاطا الحلوه مزيانه، الخرشوف بحال القرعه الحمراء، اللفت البيض، اللفت الصفار، السفرجل، نركزوا عليهم نركزوا على نقصوا من المنبهات بحال القهوه واتاي والمشروبات الغازيه ونعوضوها بشاي بالزعتر، شاي بالزعفران الحر ونقيع ديال الاعشاب يعني في اتاي. قلتي لنا كذلك الهنديه مثلا والرمان والصفرجل يعني مهمين، وغير هو الهنديه نحاولوا ناخذوها على شكل عصير ونصفيوها من هذوك الحبيبات. وتقريبا الفواكه اللي كيكون فيها حبيبات صغار بحال العنب بحال الهنديه ممكن تناولوها ولكن صفيوها. واللي ممنوع من الفواكه هو الدلاح والاناناس والبومبلوموس لانه كيساعدوا على تهيج التهاب القولون. الو حاجه اخرى اوتي اللي ممنوعه هو اللي هو الفواكه الجافه اللي فروي سيك، مكسرات وي مزيان اللي تكلمنا لانه العواشر جايين ودائما طبق الفاكهه كيكون حاضر. افكتيف الوغ اللي مسموح لهم هو التمر، الوغ اللي مسموح هو التمر والزبيب. التمر والزبيب وي، الوغ اللي ممنوع هو لو غيست ديال باقي الفواكه الجافه يعني اللوز الكركاع، اللوز الكركاع الشريحه لان كدير الشريحه من الشريحه مسموحه على الشريحه والتمر والزبيب، والزبيب مسموح وهذاك المشمش يابس اللي يعني حتى هو مسموح مزيان. وي الوغ اللي ممنوع هو احنا درنا اليوم دابا طبيصين ديال فواكه الجافه. اذا التمر والزبيب والشريحه والمشمش ممكن الواحد يتناولوا اللي عنده التهاب القولون ويتفاداو يعني اللوز الكركاع النواد كاجو لي بيستاش هذوك كيكونوا صعب شويه على وي حيت كيديروا واحد الحساسيه داخليه وكيكونوا صعاب على الاشخاص اللي عندهم الامعاء باش يهضموهم. وسي كنطلبوا منهم ايفيتيو ماده اللاكتوز اللي هو السكر اللي موجود في الحليب باش يزولوا عليهم الحليب ومشتقات الحليب. باش كنعوضوا الحليب كنعوضوه ب توسكي الموند ميلك يعني الحليب اللوز ولا الاوت ميلك يعني حليب الخرطال، حليب الارز، هادو كلهم متواجدين في الاسواق دابا متوفرين. بالنسبه لحليب الكوكو اللي حتى هو دابا صباح حنا كنطيبوا به مثلا واش وي الوغ حليب الكوكو ما فيه حتى شي مشكل، هو نسبه السكر اللي في الكوكو كتكون صعيبه الهضم، هو باغمي انواع الحليب الاكثر فعلا تيكون ثقيل وراه تيقهم يعني في الطياب ديالو تيقهم افكتيفمون. داكشي علاش كنستعملوا كميه قليله. باغ كونطخ حليب اللوز ولا الروز ولا الخرطال ولا الشعير هما متواجدين سوغ لو مارشي يقدر يشرب منهم كاس وكيعوضوا الحليب بالمشتقات ديالو كيكون مثلا الحليب ديال الابقار غنعوضوه بهذ الانواع ديال الحليب. مثلا بالنسبه للاجبان فانا كنصحهم بتوسكي فرماج فيجيتال يعني جبن الصويا ومشتقات الصويا وحل دابا حتى هي جبنه الماعز مثلا وي ولكن هي صعيبه في الهضم لان كتحتوي على ماده اللاكتوز. انا امتى كنانسيستي على هذا الشيء؟ من الشخص كيكون اون بوسي يعني ملي كيكون عنده مرض القولون كيكون اون بلان يعني اون بلان بوسي يعني كيكون في النوبه اللي لا واخا الا سمحتي دكتوره كاين مكالمات كثيره غادي ناخذوا يعني المكالمات الهاتفيه ونجاوبوا على التساؤلات الطبيه. معنا اول مكالمه زينب من الرباط. الو 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 زينب. الو استاذه سناء. مرحبا زينب. كي دايره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. بارك الله فيك شكرا لك بزاف. ماما امنيه اللي كتبغي كتحماق عليك. الله يبارك فيك شكرا لك بزاف. بغي ليها السلام. الحمد لله تحنا توحشناكم ورجعنا. الله يحفظكم على سلامتكم. الله يبارك فيك. عرفتي نعاودك واحد النوبه هذه شي ثلاث ايام هي في البيت ديالها جابت لي التليفون قالت لي يا ماما هيا خالتي سناء. عرفتي شنو كتبوس التليفون ماما خالتي زوينه غزاله خالتي سناء شوفي سناء شوفي. الله يكبر بك بارك الله فيك. بارك الله فيك ام زينب. بارك الله فيك زينب. الله يخليك. بغيت عافاك نسول الدكتوره الله يجازيها بخير الله يسهل عليها الله يسر امرها. امين امين. امنيه اختي ديما عندها القبضه استاذه سناء. ديما ملي كانت صغيره دابا عندها 16 عام وهي عندها القبض وش نقول لك ما كتاكلش ليا الخضره. وي ما كتبغيش تاكل الخضره ما تبغيش ليا الحليب ما تبغيش الفرماج وما عرفتش اشنو غادي فين غنمشي وشنو غادي نطيب ليها وشنو غنعطيها لان غير بحديتي يتيمه ما كاينش الاب اللي غادي يمشي ويسول ولا يقلب ولا هذا ولا ما عرفت ما ندير. الله يسهل على الدكتوره الله يخلي لها الصحه. تقول لي اشنو ندير ليها وشنو الماكله نعطيها وتا الماكله كلاتها دابا كتاكل في المدرسه كدير ما زعما ماكلتها كتجي كتقول لي كنقول لها واش نطيب لك تقول لي
ماما رانا هذاك الشيء اللي كليت رانا مروعه حاشاكم ما غنسقيها ماما قدرتش ماما ما قداش ناكل ناكل ما بغيتش نشم ريحه الماكله وما عرفتش شنو غندير لا الله يسهل عليك السنه ويسهل على الدكتوره اكيد ان شاء الله حنا غادي نجاوبوك خليك معنا زينب خليك معنا زينب لربما الدكتوره تبغي تسولك شي اسئله تماما يلا الوغ شريفه واش لبنيتها الصباح كثر لها سكون ابيل لا نوزي يعني واش كتفيق ما قدرتش تاخذ الفطور لا هي ما كتفطرش يا دكتوره ما كتبغيش تفطر داكو ما كتبغيش تفطر ليا ولكن القبض عندها دابا عندها 16 عام قبض ديما عندها نقدر الا حاجه تدخل بيت الماء خصني نعطيها شي كينه باش تدخل بيت الماء ولا ما كتقدرش تدخل ولي كلاتها في المدرسه كتقول لي ماما ما قداش انا كنت ديما مروعه وفيا تقيه ماما خصني نمشي نشوف الطبيب خصني ندير ما عرفتش يا دكتوره فين غنتاجي وشنو غنطيب ليا وفين غنديها والله ما عرفتش نمشي حبيبه شوف هاد الشريفه البنيته غتحتاج واحد النوع من التحاليل ياك لان ملي كيكون قبض مزمن بهذه الطريقه والشخص ما كياخذش الفطور وكتشكي بان ما غترد شفتوا العلامه اللي كنثير لها الانتباه هي داك لوفوميسمو ياك هي داك الرغبه في الفرد كاين واحد البكتيريا اللي هي شائعه عندنا بزاف كاينه في الامعاء وكتصيب بزاف ديال الوليدات الصغار الو تقدري ديري لها تحليله في لابوغاتوار هاد البكتيريا سميتها ليكوباكتير بيلوري بالعربيه هي الدوده الحلزونيه باش نعقل على الدوده الحلزونيه الدوده الحلزونيه سليكوباكتير بيلوري يعني غتدير لها تحاليل ديال ليكوباكتير بيلوري يعني غنقلبوا عليها واش متواجده في الدم ولا متواجده في الخروج ديالها ياك ومني كنلقاوها عندها الدواء ديالها يعني عندها الدواء مختص ديالها باش كنحيدوا لها ننظفوا لها الامعاء وننظفوا لها القولون من هاد البكتيريا وديك البكتيريا من الاعراض ديالها هي لي فوميسمون هي الردان وهي كونستيباسيون كرونيك وهي داك القبض المزمن داكوغ في انتظار انك ديري لها هاد التحاليل ياك انا دابا حيت انا في الرباط نمشي لاي بلاصه الو خاصك تمشي عند الطبيب باش زينب باش زينب الا سمحتي هي الدكتوره هي غادي تعطينا بعد يعني المعلومات على هذا المشكل وانا راه خلي رقم الهاتف ديالك ان شاء الله وانا غادي نسق معاك ان شاء الله ونشوفوا شنو ممكن نديروا مرحبا لاله راه خدي رقم عند سميحه ولا عليك ان شاء الله انا دابا كنعيط من الدار غادي نخرج لكم سنه حبيبه رانا ما كاين حتى مشكل الله يا ودي لا صافي خلي غير رقم الهاتف والباقي كله علينا ماشي مشكله زينب عند سميحه ولا غتاخذوا صافي راه رجعناك للستوندار واخا شكرا لك انت مشكل الله يبارك فيك يا ربي امين انت وما شاء الله الله يبارك فيك بالغيها السلام ان شاء الله وغتكون على خير ان شاء الله هاد المشكل وخاصه دابا 16 سنه يعني فتره ديال المراهقه وكتكون الدراسه خاص واحد يركز فيها داكشي علاش حنا كنشكو في ليكوباكتير بيلوري لان هي بكتيريا اللي كثيره بزاف وكدير هاد الانواع من الاعراض في انتظار بان دير لها تحاليل وتقلب عليها حنا كننصحوها ما كتبغيش تاكل ليها الخضره ما كتبغيش تاكل ليها لي فروي ان او موان الماء يعني او موان تحاول تشربها كميه كثيره من الماء يعني بين لتر ونص تاع دو لتر باغ جور الوغ حاجه اخرى سي كو في الماكله ديالها ضروري يكون زيت العود ايه اوبليجي لانها هي ماده ملينه داكوغ الوغ نقدروا نستعملوا اوسي في الاكل يعني تختار الاطباق اللي البنيته كتبغي تاكل مي ندخلوا لها فيهم توسكي ايلان لانيس او ما يسمى ب لانيس النافع الوغ لان الايلان النافع الويل دوليف فهما مواد ملينه للجهاز الهضمي يعني تعاون بهم زيت العود والنافع وإلان اما دير حسوه ولا شوربه مثلا تخلهم ولا في خبز مثلا تماما مهم وي وي افكتيمون وتشرب الماء الكافي وتشرب الماء الكافي هذا الشيء في انتظار انا ندير لها التحاليل واخا ان شاء الله وربما نديروا حلقه على هذا الموضوع لانه لا كونسيباسيون وي خاصه ليكوباكتير بيلوري وي واخا غادي ناخذوا مكالمه اخرى معنا السي الحسن من توريرت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدي، مرحبا سي الحسين. كنشكركم على البرنامج. الله يبارك فيك، مرحبا سيدي. الله يجازيكم بخير، أنا كنعاني من كثرة الغازات. إيه. واخا. نتخلص من هذه الآفة هذه وما هي الأسباب الرائجة لهذا المشكل هذا. واخا. كثرة الغازات في البطن. شكرا. إيه، ما كان حتى مشكل. واخا، غادي نجاوبوا على التساؤل ديالك سي الحسن. وي. قطع المكالمة وسمعنا. وسمع يعني النصائح اللي غتقدم لك الدكتوره المشكل ديال الغازات في البطن الوغ في البطن عندنا واحد الجراثيم اللي هي بيئيه يعني ناتشورال احنا مخلقين بها اللي هي لي زونتيروكوك لي شيريشيا كولي وعندنا خمائر روسي سو سون دي لوفور دي كانديدا اللي هما كاينين اللي عايشين معنا وكيساعدونا على الهضم الوغ امتى كترى غازات ملي كترى اون بيرتورباسيون ديال هاد لافلور يعني هاد الجراثيم ملي كترى لهم عدم استقرار يعني سواء النظام الغذائي
سواء حاله نفسيه، لان كاين الاشخاص اللي كيكونوا معصبين ولا قلقين كيفرزوا اكثر غازات داخليه. ملي كترى اون بيرتورباسيون ديال هاد لا فلور، هذيك لي شيخ شوكولي والانتيروكوك ما كيبقاوش هما اللي كيتحكموا في الجراثيم البيئيه، دونك ديك لي ليفور الخمائر هما اللي كيطلعوا، هما اللي كيولوا اكثر منهم. دونك كي دي خمائر دي اوبيراسيون ديال لا فيرمونتاسيون، دي عمليه التخمير. العمليه ديال التخمير كيتم فيها افراز غازات هي ثاني اكسيد الكربون. داكشي علاش كنحسوا حنا بغازات، لان هذوك الخمائر كثروا اكثر من اللازم، وهما اللي كيفرزوا لنا هذه كميه الغازات. يعني اي بيرتورباسيون، اي عدم توازن وعدم استقرار في النظام الغذائي هو كيفرز غازات. اي حاله نفسيه او عصبيه، داكشي اللي سميناه القولون العصبي، فهو كيفرز كميه من الغازات. اي استهلاك كثير اللحوم، لان اللحوم الهضم ديالها كيفرز لنا الامونيا، كيفرز لنا غاز الكبريت، كيفرز لنا لو سي او 2 ثاني اكسيد الكربون. اي شخص كيكثر من اللحوم فهو اوتوماتيكمون عنده غازات كثيره. لربما عاش هذا المشكل دابا مع مور العيد، مع مور العيد كيكونوا هاد الاعراض. وي الوغ اولا باش كنحيدوا الغازات، فهنا كاين ادويه اللي كتساعدنا باش اللي كنتناولوهم باش كنيليمينيو الغازات. بالنسبه ابار الادويه كاين مواد طبيعيه. الوغ بالنسبه للغازات، كاين كناخذوا سكون ابل نخاله. داكوغ الوغ هذيك النخاله مع زريعه الكتان، باسكو زريعه الكتان كتحتوي على زوميغا 3، كنحمروهم وكنتناولوهم يوميا مع خمائر. كيسكو جو فودير باغ خمائر؟ سي اما اندانون، اما ياغورت، ولا اللبن، ولا رايب. فوالا ممكن ياخذوا مثلا في الصباح على الريق ما يفطر، ولا وي اما الصباح على يا با دو بروبليم، ما عندناش وقت معين. مهم الشخص يوميا يتناول ديك النخاله وزاد يستعدوا وي باش الغازات يتيفاكيو. حاجه اخرى سي كو افضل بوزيسيون باش نتخلصوا من الغازات هي لا بوزيسيون ديال السجود. لان عندنا لو كولون فيه هو على شكل ان كادر، عندنا لو كولون ديسوندون اسوندون ترانسفيرس، يعني هو على شكل كادر. دونك والغازات كتجمع في لي زونغل ديال داك الكادر، يعني في القناه. دونك لا بوزيسيون ديال السجود بحال انا الشخص غيسجد، هو افضل بوزيسيون كتخلي الغازات كتيفاكوي بوحدها. يعني السي الحسن ممكن ياخذ النخاله مع زريعه الكتان يتحمروا وياخذهم مع ياغورت او اللبن، يعني يوميا غادي يساعدوه، بالاضافه اللي على ممكن يعني من غير الفرائض يزيد جوج ركيعات في السجود غادي ياخذ الاجر في نفس الوقت ان شاء الله العلاج. نرجعوا لموضوعنا دائما حول التهاب القولون. بالنسبه وحنا كنتكلموا على التغذيه المناسبه والحميه الصحيه المناسبه، بالنسبه للممنوع وي ضيفي لنا مثلا فعلى قائمه، يعني شنو هما اللي ممنوع؟ الوغ ممنوع الماء ديال الصنبور ديال الروبيني. اي الماء ديال الروبيني وي كنوصيو الشخص بان ياخذ ماء معدني ولا ماء فيلتري داكوغ، ولا يغلي الماء ديال الروبيني. يغلي الماء ويخليه برا. علاش؟ لان الماء ديال الروبيني فيه ماده الكلور، هي كتستعمل باش كنقيوها من نقيو البكتيريا. ولكن الشخص اللي فيه التهاب ما يقدرش يستحمل هذاك الكلور اللي كنتناولوه. حاجه اخرى اوسي سي كو حنا عندنا في العاده ديالنا كاين بعض الاشخاص اللي ملي كيبغيو يغسلوا لا سالاد ولا كيغسلوا الفاكهه كيزيدوا فيها قطره ديال ديال الكلور. هذا خطا، العضو بالخل شي حاجه افكتيفمون، العضو بالخل الابيض، لان الكلور ماتيير كي تري زيريتونت، يعني كتزيد التهاب. الوغ الشخص ما ناقش التهاب على الامراض ديالو. دونك كنصحوهم باش يشربوا ماء معدني، ماء فيلتري، ماء دافئ. كاين خضر اخرين اللي تهما منوعين بحال البصله وبحال الطماطم خضراء. ايه يعني ما ناكلوش لا طوماط طريه، لان كدير نوع من الالتهاب. يعني مطيشه خضراء والبصله يقلوا منها حتى انهم يتفادوا يعوضوها بخضر اخرين اللي كنتي ذكرتينا. افكتيف إيه. واخا معنا خديجه من الدار البيضاء. الو من الدار البيضاء. الو السلام عليكم خديجه. عليكم السلام. شكرا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. الله يخليك. انا واحد عندي 70 عام وديما عندي لا كونستيباسيون، واش خفت لدي شي مرض ولا شي حاجه؟ وي وهذا هو السؤال ديالي، واش ما كاينش زعما شي خطوره ولا شي حاجه، يكون شي مرض من بعد قبيح ولا شي حاجه؟ وي السلام عليكم الشريفه. الله يخليك.
الوغ هاد لا كونستيباسيون اللي فيك شحال المده ديالها؟ على شحال من نهار كتدخل؟ على يومين بحال هكا، كان دي فوا على 3 ايام، كان دي فوا اللي كنكون عاديه. داكور. وهاد الكوتاب دي فوا الا خديت مثلا خديت شربت شي حاجه ولا هذا كتكون عندي كرشي منفوخه بالون ما. واش انت انت كتعتمدي على نظام غذائي متوازن، يعني كتاكلي الخضره كتاكلي الفواكه؟ حيت عندي كوليسترول طالع كناكل زعما داك الشيء من ضمن هذاك سميتو الماكله ديالي. داكور. وعمرك ما درتي استشاره طبيه عند طبيب مختص باش درتي نيكوغرافي باش شافي؟ لا عمرني ما درت حيت ما تنحس حتى بشي حاجه. الحمد لله. حتى حاجه ما زعما ما عندي لا وجع ما عندي حتى شي حاجه غير غير خفت انا مع هاد ديما كاينين عندي ديما وي ودي فوا ملي تناخذ البان كومبلي وي تيضرني كنحس به مهضومش. وي داكشي علاش قلت انايا في هذه الحلقه بان خاصة نبعدوا شويه على البان كومبلي، نستعملوا بدائل اخرى، يعني الخبز ديال الدره، الخبز ديال افكتيما ديال الشعر. لا شوف الشريفه، بالنسبه للسن ديالك 70 سنه الوغ كاين سكون ابل، كاين واحد الظاهره سميتها لا باريزي ولا باريسكوليك، يعني كاين كسل طبيعي ديال الامعاء. لان مرور السن ان الامعاء بقاو كيخدموا كيجي واحد الفتره اللي بحال شويه كيبداو كيعياو. الا كنتي كتدخل كل يومين ثلاث ايام مزيان، سي با ان بروبليم، يعني ما تخافش، ماشي شي حاجه قبيحه. حنا امتى كنخافوا هي ملي كدوزي مده طويله ما كتقدريش تدخلي، ولكن يومين ثلاث ايام سي با ميشون. داكور. بالنسبه انك ما كتحسي بوالو، هذه ممتازه، لان الامراض القولون والتهابات القولون فهي عندها دي مانيفيستاسيون، يعني ما يمكنش يكون عندك مرض وما يكونش الخروج فيه دي تراس دو سون، ما كاينش هبوط في الوزن، ما كاينش تعب. لا ما كاينش الحمد لله. اي واحد المره يمكن هذوك البواسير هما اللي طرطقوا لي، داز لي الدم احمر بزاف. لا من بعد الخروج داز لي الدم احمر بزاف. لا هذا ماشي مشكل، لان هذا مرافق للبواسير. بالنسبه لو بان كومبلي ما كتقدرش عليه، سي نورمال، لان داك الكسل ديال الامعاء ما كيبقاش خدام، ما كيعطيكش داك الموفمون، لان الامعاء عندهم واحد الحركه كنسميوها البيريستالتيزم، يعني الامعاء ديالك ما خداميش بهذيك القدره اللي تقدر تهضمو. دونك انا كنطلب منك تعوضو، يعني مره نديرو خبيز ديال الذره، مره نديرو خبيز ديال الخرطال، مي ما عندكش مناش تخاف الشريفه. الحمد لله. مرحبا. بارك الله فيك. الله يزيد. شكرا لك بزاف لاله خديجه، تحياتنا لك. اخر مكالمه للاسف ما بقاش لنا الوقت بزاف. في ختام لقائنا حنا مازال ان شاء الله غادي نديرو حلقات حول يعني كل التهابات يعني وامراض القولون بما في هم يعني القولون العصبي نتكلموا اكثر، والقولون التقرحي ان شاء الله. شنو النصائح اللي ممكن تقدمي يعني في نهايه اللقاء ديالنا حول يعني التهابات ديال القولون؟ الو اون جينيرال بالنسبه للتهابات ديال القولون، انا كنصح الناس باش يتناولوا اغذيه بدون او بقليل من السكر، يعني نقصوا من السكر، لان السكر سي ان برودوي كي ايريت سورتو السكر البيض. داكور. الوغ يبعدوا على الاغذيه الاندستريال او المصنوعه. داكور. يبعدوا على لاكتوز اللي كيف ما قلنا اللي هي في الحليب ومشتقاته، يعوضوا بانواع الحليب اللي عطيتينا. كنشجعهم باش يتناولوا الاوميغا 3 اما على شكل اسماك يعني طريه، ولا على شكل كبسوله، يعني لي كومبريمي ديال لي زوميغا اللي كتباع لي زوميغا 3. وزريعه الكتان حتى هي فيها لي زوميغا 3 لي تري بيان. الوغ في المغرب عندنا زريعه الكتان اللي هي غنيه بزوميغا 3، عندنا الخروب اوسي لو كاروب اللي هو غني بزاف، عندنا اوسي لاكاسيا اللي هي غنيه بزوميغا 3 اللي هي المسكه الحره. حنا ديجا في الطبق المغربي ديالنا فوالا كندخلوها. الوغ كنصحهم باش يتناولوا الاسماك بجميع الانواع بانتظام، ويبعدوا على اللحوم، يعني او ينقصوا من اللحوم مقارنه مع الحوت فعلا، سورتو لينمي نيميرو ان، يعني العدو الاول ديال التهابات ديال الامعاء هو اللحم. دابا حنا خارجين من فتره العيد، كنتمنى يكونوا ما كثروش بزاف من الحمد لله الجلد يعني شويه قلال يعني مقارنه مع العوام اللي فاتت، يعني الحمد لله. وحتى درجه الوعي يعني ارتفعت، والواحد ولا كيفكر في صحته اكثر. افكتيم هما يذوقوا باسكو الوغ هي سنه مؤكده، دونك يذوقوا اللحمه ديالهم ولكن بعقلانيه. واخا. كنشكرك بزاف الدكتوره صابرين الشيوي، طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري التغذيه والحميه الصحيه، على كل هذه النصائح اللي قدمتي لنا اليوم، هذه المعلومات المهمه جدا واللي اكيد المستمعات والمستمعين استفدوا منها، وان شاء الله فرصه مقبله باذن الله والمزيد من المعلومات الطبيه. اليوم تكلمنا حول التهاب القولون، وشكرا لكم مستمعينا على الوفاء ديالكم. برنامج اللامولاتي لكم تحيه سعيد عقال لرفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه سميحه شوبي، مشكوره جدا في التنسيق
وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية. نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.